محاولة من أوين بيعدي ومعه صامويل وأوين بيشوت اللي بيحطها والقائم الأيمن القائم الأيمن شوف لما عدت شوف لما عدت والقائم الأيمن على طول بيشيل كرة أوين في الدقيق بينقل كرة أقصى اليسار محاولة منتخب الأرجنتيني وباتي باتيستوتا شوف لما انعملت ورغم طول القامة في خط زانيتي بيمر من ناحية اليمين وبيعكس كرة وخطرة بتعدي خطرة بتعدي ومحاولة تسديد الله محاولة تسديد حلوة بيلسع المدرب الأرجنتيني شوف لعادة كرة على الطاير ولكن فوق العارضة إلى خارج الملعب فوق العارضة من البديل كيلي يلعب لأرسنال وهذه محاولة منتخب الإنجليزي خطرة حط الجول الله من أوزي تحديدا في شوط المباراة الثاني هذه كرة منقولة بيكام الله ديفيد بيكام شوف الإعادة شوف الإعادة بلاسنتي كاد أن يرتكب خطأ آخر وتقدم بيكام وبيسدد الكرة بيمينه ولكن بتعد 28 دقيقة وكرة ملعوبة وبحارة براس الله فاتينو شوف لما تقدم وحط كرة براسه بارتقاء جيد الكرة اللي عملها بابلو أيمار وبوكيتينو لاعب باريس سان جيرمان اللي ارتكب محاولة المنتخب الإنجليزي كرة على 18 وتسديده بتصطاد ترجع مرة ثانية بيبعدها بوكيتينو والمحاولة لازال قائمة نيكي بات كرة للخلف تلعب إلى أوين بيحاول يعدي أوين ولكن كرة تروح من أمامه بالعادة أوين داخل الـ18 ومع بوكيتينو احتكاك شبه عادي شوف لما في شبه خطأ فيها رائحة الخطأ من بوكيتينو بيكم راح نتابع الدقيقة 43 تقدم بيكم بشوت جول جول ديفيد بيكم الذي تمنى أن يسجل هدف ولكن بيده كما فعل مارادونا في 86 بيكم هذه المرة بقدمه اليمنى ومن ركلة جزاء يمنحها الإيطالي بيير لويجي كولينا على بوكيتينو وإنجلترا إنجلترا تصل لمرمى الأرجنتين في الدقيقة 43 من شوط المباراة الأول من ركلة جزاء قوية على طول بيسددها ديفيد بيكم بيسددها ديفيد بيكم ويسجل الإصابة الأولى للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 43 من شوط المباراة الأول